good morning junior 5، اهلا بصراحه. والنهارده ان شاء الله حابه اخد معاك اخر بارت في الكونت بتاعنا، يعني كلنا الفيديوهات اللي هي عن الجرافيتي، وعرفنا ان الجرافيتي دي is a force، وعرفنا عن ايه force what mean force، واخدنا types of forces. كمان اخدنا ان الجرافيتي بتأثر الحاجة اللي الفورس دي بتسبب الموشن، عرفنا ايه الحاجة اللي بتوقف الموشن، stop motion or stop moving. طيب الجرافيتي دي كفاعل بنسميها الجرافيتيشنال فورس. هتكلم بقى النهاردة عن الماس عن الجرافيتيشنال فورس. جرافيتيشنال فورس يعني جرافيتي اللي هي موجودة في الأرض. بيقولي مثلا there are big small planets in a space where bigger planets have more gravity than smaller planets. يبقى bigger planets بيكون عنده gravity أكتر من small planets. ده طبعا على حسب الماس بتاعتها. يبقى on any surface object with large masses have more gravity than object with small masses. يعني object اللي هي ماس كبيرة هيكون عندها gravity أكتر من object من ماس صغيرة، زي كده زي planets. كمان بيقول لي gravitational force or gravity of an object increases its mass increases and vice versa. يعني كل ما الماس بتاعة الأوبجكت تزيد هتزيد هي الجرافيتيشنال فورس أو جرافيتي تزيد. such as the mass of the earth and the moon system. the earth and the moon system. الأرض بيكون فيها more mass يبقى فيها more gravity or stronger gravity. المون بيكون less mass يبقى less gravity. okay. طيب كمان بيقول لي ان الجرافيتيشنال فورس او جرافيتي اوف ان اوبجكت انكريزس. وات هابنز اللي بيحصل لو الجرافيتيشنال فورس زادت قوي؟ الماس انكريز. لو الجرافيتيشنال فورس انكريز يبقى الماس طبعا هتزيد، الماس بتاعت الاوبجكت بتزيد. طيب في هنا سؤال، the mass of the moon becomes twice as three mass. لو الماس بتاعت المون بقت كبيرة اللي بيحصل؟ what happens the mass of the moon becomes twice its real mass. what happens لو المون بقى حجمه كبير او بقى الماس بتاعته كبيرة اللي بيحصل؟ the moon will have more gravity. يعني المون هيبقى عنده more gravity so it will pull closer to earth and it might even crash into earth. فهو طبعا دي بتتم من هز كبيرة جدا، يبقى الجرافيتي بتاعته كبيرة جدا، بالتالي المون هيحاول يقرب جدا جدا كلوزر من ايرث. ممكن يصدم بالايرث. يبقى إذا سويت فول كلوزر تو ايرث it might crash to earth. طيب عايز اتكلم على distance and gravitational force. اخدنا الحاجات بتأثر على الجرافيتي اللي هي الماس، قلنا كل ما الماس يحصل انكريس الجرافيتي يحصل انكريس. تاني حاجة تأثر على الجرافيتي اللي هي الديستنس. The only gravitational force between objects decreases when the distance between them increases and vice versa. يعني كل ما الديستنس هيحصل لها انكريس gravitational force أو gravity بيحصل لها decrease. دي علاقة بقى عكسية، الجرافيتي هتقل كل ما المسافة أو كل ما الديستنس increase الجرافيتي decrease. يعني مثلا the distance between the moon and the earth becomes twice that it is. لو ال distance بين المون وال earth بقت طويلة جدا بقت becomes twice، ايه اللي بيحصل لو ال distance زادت؟ ال gravity or gravitational attraction between them would be smaller. يبقى خدنا كده الماس، كل الماس يحصل increase gravity or gravitational force بيحصل increase، لكن ال distance كل يحصل increase ال gravity بتبتدي يحصل decrease بتبتدي تقل. واخدنا examples على الكلام ده كله. طب عايز اخد بقى ال gravity space مثلا in solar system that consists of sun and a group of planets revolving around it. In solar system, each planet revolves around the sun in a fixed path, a fixed orbit called an orbit.
الصن الصن دي البلانت اللي فورب اراوند الصن ان اكسسز اوربت، حاجة اسمها اوربت. طيب ان 1543 scientists called Nicholas Copernicus charged that the earth revolves around the sun at speed equals 107,000 كيلومتر في الأور، يعني الأرض بتدور حوالين الشمس حوالي 107,000 كيلومتر في الأور. الساينتست ده اسمه ايه؟ اسمه نيكولاس كوبرنيكس، هو اللي كتب ده in 1543. يقول لي to orbit which planet has a crypt or oval shape، ليه شكل معين. ال orbit ده بيكون لي oval shape أو بيكون لي اكليبس. اوكي طيب the sun فيها أسوأ energy of reason. يقول لي the sun is the only center of motion in the solar system، ليه the sun دي بتكون المركز بتاع الحركة only center of motion why؟ ركزوا كده. طبعا عشان الصن بتكون كبيرة، هي because the sun is much bigger than all planets or all objects in solar system so the gravity pulls all objects or planets toward it. عشان كده الصن بتكون كبيرة جدا، بس الصن هتحاول تعمل gravity على كل الأجسام، يعني الجرافيتي بتاعتها كبيرة جدا بتأثر على كل planets. الصن دي اللي اكبر حاجه، الميزة بتاعتها كبيره جدا، سنتر اوف موشن مركز الحركه، سنتر اوف موشن. طب كل يقول سؤالكم ليه الصن سنتر اوف موشن، هي اللي بتاثر في الحركه او هي اللي بتعمل الحركه عشان الجرافيتي بتاعتها كبيره جدا. طيب يقول لي what happens if there were no gravity، لو مفيش جرافيتي ايه اللي بيحصل بقى؟ the planet would fly up with the fly up space، البلاد هتفضل طايره كده في السبيس مش هتبقى ثابته في مكانها في الاوبي بتاعها لو مفيش جرافيتي. اوكي طب في سؤال هنا جيب ريزون، يقول لي ان باسكت بول، ان باسكت بول كام؟ each time the ball is thrown in the air it falls down towards the ground، يعني كل مره بحاول انجي الكوره كل مره تقع على الارض. واي تفتكروا ليه؟ أكيد طبعا because of gravity اللي هي gravitational force يبقى due to the gravity that pulls the ball towards the ground. طيب يبقى فيها سؤال برضه what happened if there were no gravity it slides، زي slides في الصورة اللي مفيش gravity ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا لو مفيش gravity الحاجة بتفضل طايرة في الجو، يبقى gear will not be held in flight، gear مش هتقدر تمسك في الصيف هتفضل طايرة. اوكي طيب in space is there were no gravity between the moon and the earth، لو مفيش gravity ايه اللي بيحصل؟ طبعا the moon was just float off in space، المون هيفضل طاير في الجو مفيش اوبيت معين يدور فيه، يبقى لو مفيش gravity الحاجة هتفضل طايرة و fly off or float off. اوكي لو عايز اعمل اجريفيتي تو انفستيجيت ذا انجل ات ريتش ان اوبجكت ات فولز توورد ذا جراوند ذا جرافيتي فورس، عايز اعرف الانجل اللي الجسم فيها بيعمل جرافيتي فورس، عايز احسبه ازاي. بيقول لي هجيب ايه؟ هجيب سيرا بوكس متر ستيك سترينج سمول ويت تاب وتكتب. طب هعمل ايه؟ اول حاجة tie the string to the metal stick and use a piece of tape to hold it in place. Then attach the weight to the end string. هربط ال weight ده بال end string. طيب تاني حاجة هعمل suspend the metal stick horizontally between the box so that the string and weight can move freely. هحاول اثبت الميتال ستيك ده هثبته horizontally between box بين البوكس كده، هحاول احط السلنج ده خلاص. تالت حاجة measure the angle between the metal stick and string using a protractor، هحاول اقيس الانجل between metal stick والبوكس،
between Mr. Slick and String. جزء من البريتور، حاول أقيس الأنجل قد إيه. Observation بتاعتنا the angle will be 19 degrees because gravity always pulls objects downward. يبقى على طول اللي بقى الأنجل هتكون 19 أو 90. Why? Because gravity pulls objects. Okay. Use several more forks as the left side to serve the meter stick up. Size of the meter stick up to measure the angle between the meter stick and the string as the right side using a pressure. حاول أكتر شوية عدد الفوكس وبعد كده هقيس تاني برضو الأنجل بقد إيه. Observation: When the meter stick is sized upward, the angle between the meter stick and string less than 90 هتكون less than هتكون 90 اللي هي أكيوز أنجل. بعد كده move more bucks away from left side. هحاول أشيل الموب away from move some bucks away from left side to style it the mistake down then measure the angle between the mistake and string as the right side using protector. هخلي بقى البوكس بيكون اورنج وهغير المسافة وهغير حجم البوكس. هخلي البوكس هنا عالي شوية. هلي ايه اضافك بتاعتي والميزة ستيك ستايل داون دانجي بتوية زميزة ستيك and the string بتكون more than 90 not more than 90 اللي هي اكتوث عنجل. اوكي يبقى في العادي لو الفوكس يكون قد بعض يبقى هتكون 90 الفليز بتاعت الانجل هتكون 90. اوكي يبقى الكونكلوجن بتاعي بيقول لي all objects on the on or near air surface are pulled downward the center of the earth because of gravity كمان as tilt rise up which is changed the angle is changed because the weight is always being pulled towards the ground. يبقى ليه الأنجل بيحصل لها strainer؟ Because the weight ده على طول pulls the ground على طول بيشد الأرض على طول بيبقى فيه قوة الجذب أو بيبقى فيه gravity. طيب عايز بقى أديك نقطة بسيطة كده بيقولي the activity ده مثلا factors هو the change of the angle measurement are the tides of the stick and the up and down كمان the movement of string حركة السترينج حركة ازاي لحاجة دي كلها بتأثر على الأنجل ده ممكن يجي سؤال في الفيس. وكده نقول خلصنا الكونسيبت بتاعنا. وأي سؤال ليه معاكم ابعتوا لي كومنت أو ابعتوا لي على جروب تليجرام وإن شاء الله هحاول أحله معاكم. احنا كده خدنا خلصنا الجرافيتي قلنا الجرافيتي دي فورس وخدنا ايه هي الفورس احنا كنا واخدينها أصلا في نون الفورس وخدنا فايروس الفورسز وخدنا ايه الحاجة اللي بتعمل الطب للفورس اول حاجة الفورس اللي بتسبب الموشن وعارفين يعني ايه الموشن وخدنا الحاجة اللي بتعمل الطب للموشن حاجة بتوقف الموشن دي اللي هي الفريكشن وعارفين برضه يعني ايه فريكشن. بعد كده اخدنا الجرافيتي دي الحاجة اللي بتأثر عليها اللي هي الماس والدفن اخدنا الماس لما يحصل انكريز الجرافيتي بيحصل انكريز لكن الديستانس كل ما يحصل انكريز الجرافيتي بيحصل لها ديكريز. وكده نكون خلاص خلصنا الكونسيبت بتاعنا. زي ما قلت لكم اي سؤال يقف معاكم ابعتوا لي كومنت او ابعتوا لي على جروب تليجرام وهحاول احله معاكم ان شاء الله. جود باي.